الحمد لله اشتريت حاجه رمضان كلها وانبسطت ما عادش ناقصني حاجه يا دوب بس اجيب شويه اللحوم وشويه الفراخ واحطهم في الفريزر واستفهم ده يا ما شاء الله يا ما شاء الله الشارع زينه وحاجه فرحه كده هو رمضان كده بدخوله تحس ببركه كده وفرحه في القلب وحوي يا وحوي ايوحه بقى وفوانيس تتعلق وحاجه كده ايه ما شاء الله ايه يا ابو محمد انت واقفه تكلمي نفسك ولا ايه لا يا ابو محمد ده انا لسه جايه من تحت والفرحه ايه مش سايعاني ليه يا اختي فرحينا معاكي خلينا افرح انا كمان ده انا نفسي افرح قوي اصلا نزلت يا اخويا واتفرجت على منظر الشارع بقى تحت انما ايه ما شاء الله حاجه تفرح كده اهو والله العظيم انا بس ما شفت الشارع كده حسيت برمضان خلاص انا مبسوطه قوي يا حاجه ربنا يبسطك يا حاجه كمان وكمان من ايام بقول لك تعالي انزلي معايا مشيكي شويه كده وافرجك بقى على الشوارع في رمضان تقولي لي انا رجلي بتوجعني يلا ها كله بقى بقى يا حاج اديني نزلت اهو غصب عني عشان اشتري بقى حاجه رمضان اصلا لو كنت قلت لك عليها ما كنتش هتعرف تجيبها ما شاء الله ما شاء الله، إيه كل اللي أنت شارياه ده يا حاج؟ ده إحنا نفرين بس يا ولية. الحمد لله، كله بيتاكل كل حلو في رمضان، أصل رمضان بيحب اللمة يا حاج، وأنت عارف بقى على الفطار. والحمد لله لتاني مرة ما غلطتش ولا قلت الغدا أهو، قلت الفطار، أهو خليكوا فاكرين ما غلطتش. رمضان بقى بيحب اللمة والعزومات، وأنت سيد من يعزم يا حاج. أيوة بس إيه كل الحاجات اللي على الأرض دي كلها؟ اشتريت اول حاجه يا حاج يجي عشرة كيلو بلح طري بقى وناشف انت عارف كل واحد فينا له نوع معين في البلح بيحبه حبيت بورصه يا شيخ بيحبه ايه وزبده ده احنا كلنا نفهرين عشرة كيلو لا يا حاجه البعزقه دي لا هي حاجة انت ناسي ان احنا بنحب نبل كل واحد ثلاث تمرات كده اهو ويشق بها ريقه على الفطار عشان كده هو تمشي على سنة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام بس كده كتير قوي يا حاجة كده كتير ما, ما تمسك ايدك شوية في المصاريف دي أهو شهر في السنة يا حاج خلينا ننبسط بقى ونبل البلح. ده غير يا حاج بقى الخشاف اللي أنت بتاكله من إيد أم محمد. أه ما أنت عارفني أستاذة في كوباية الخشاف دي. يا سلام يا سلام لما تدوقها كده اهوت يا حاج على الفطار. وأنا ما بعرفش أفطر إلا بيه. ماشي يا ستي ألف هنا وأيه أزايز الزيت دي كلها؟ ده أنا جبت إيه؟ خمسة كيلو زيت ذره وخمسة كيلو زيت عباد شمس. وليه يا حج ليه 10 أزايز زيت؟ ده إحنا نفرين بس يا حاج. يا اخويا رمضان بيحب اللمة والعزومات وبعدين عشان نحمر ده احنا ياما هنحمر فيه الفراخ والكفتة واعمل لك القطايف اللي انت بتحبها يا حاج يا ربيتك بيتك يا خرب يا مصطفى انت ايه اللي نزلك بس يا حاج كنت تقولي انت عايز ايه وانا هجيبهولي وايه المكرونة دي كلها اللي موجودة على الارض ده احنا يا حاج نفرين ده انت لو جبت لنا اربع اكياس هيكفونا طول الشهر ما انت عارف يا حاج ان العيال بيحبوا المكرونه فجبت لهم بقى مكرونه عشان جنب الاكل اعمل شويه مكرونه كده اهو ربنا يخليك لهم يا حاج ولا يحرمهمش منك واشتريت كمان يا حاج شويه كده اهوت منظفات اجي شي 8 كده مسحوق غسيل على 4 لتر صابون سايل على شويه كلور على بتاع معطر حاجات من دي حلوه كده في رمضان ايوه تغير شوال الرز يا حاج اللي انا اشتريته كلهم بينفعوا في رمضان ايه يا حاجة كل المنظفات اللي انت اشتريتها دي؟ ده انا لو هغسل ذنوبك يا حاجه مش هيبقى الكميه اللي انت شاريها دي كلها ايه كل الكميه دي والمكرونات وال... و... وده اخر زاد في عمرنا يعني ما عندناش هناكل تاني ولا ايه هو في ايه حكايتك يا حاجه ربنا يخليك لنا يا حاجه وتشتري لنا كده اهو الخير كله انت عارف رمضان بيحب الحاجات دي كلها هو انت يا حجة بتستعبطي انت مش شايفه ان كل الحاجات اللي انت جبتها دي كتير قوي لا يا حاجي بقى مالكش حق انا كده زعل منك بقى وابدا اتضايق منك انت مستكتر عليا كل حاجه اجيبها ولا ايه بعدين الحاجات دي مش ليا لوحدي عشانك وعشان خاطر عيالك افرح كده يا حاج مصطفى واضحك كده اهوت عشان نحس برمضان وبدخلة رمضان علينا الله انا كل ما اجيب حاجه كده وتقعد تنغص عليا عيشتي وتقطمني فيها قولي لي يا اختي قولي لي قولي لي يا اختي وش جنيه قولي لي صرفت كام في كل الكراتين والشنط والحاجه اللي انت شاريها دي قولي لي عشان تنبسطي سيادتك ابدا يا اخوي ده كلها 5657 جنيه وبس يا خرابي كل المبلغ ده صرفتيه ليه؟ انت مفكراني ايه؟ حرامي وهو اللي قاعد على بنك انا، اتقي الله يا حاجه فيها يا حاجه. ايوه يا حاجه ومش زعلانه والله ولا حاجه بالعكس ده انا مبسوطه قوي وجبت لك كمان الحاجه اللي انت بتحبها قوي في رمضان. يا اختي ودي منظر واحده تزعل وهتزعل على يا اختي؟ انت مش صرفت فلوس واشتريت كل حاجه لنفسك فيها، هتزعلي من ايه؟ واي اختي الحاجه اللي انا بحبها دي قولي لي. جبت لك مكسرات مشكله كده اهو من اللي قلبك يحبها، جبت كيلو ليك وكيلو ليا. كيلو ليا انا وكيلو ليك انت ليه قاعدين في جبلاي طرود احنا ولا ايه في اي حاجه ليه ليه, ليه يجوا لكم كل الكميه دي كلها والله ما انا فاهمه في ايه انت غاوي كده اهو وخلاص انت ما بتعرفش تفرح ابدا يا حاج كده اهو بالحاجه انا نفسي انا والله العظيم انا نفسي من جوايا ان انا افرح بس مش قادر افرح إيه انت كنت محوشه الفلوس دي كلها بقى ولا ايه ولا يكونش مامتك على شكل فلوس ولا حاجه ولا بوكي ولا شكلك كده يا حاج بتخنصري من الفلوس انا بديها في مصروف البيت صح اخنصر اخنصر ايه يا اخويا ده انت بتديني المليم بتبقى عارف داخل منين وخارج منين هو انت بتزود جنيه على الحاجه انت هتعيش في الدور ولا اي حاجه امال جبت الفلوس دي كلها منين يا حلوه ده انا يا دوب لسه قابض امبارح وما ادتلكيش اي فلوس تشتري بها اي حاجه كل الحاجات اللي انت اشتريتها دي كلها بقى منين صلى على النبي يا حاج وانا هقول لك انا عملت ايه الله يا افضل الصلاه والسلام قولي يا حاجه وشجيني شوف يا سيدي انا قعدت افكر ان انا نفسي اشتري حاجه رمضان قلت طبعا لو قلت لمصطفى عشان ينزل يشتري الحاجه قلت له هات لي 10 كيلو بلح هيقول لي ليه. هو تفتح لي الجعوره قد كده وانا قلت لك هات لي شويه زيت وزود شويه هات لي 5 كيلو زيت عباد و5 كيلو زيت ذره هتقعد برده تفتح زورك قد كده وتقول لي كتير قلت يا بنت خدي نفسك كده اهو اشتري الحاجه اللي نفسك فيها وانبسطي وبضعي اخلصي يا حاجه اخلصي وهاتي من الاخر وقولي لي جبت الفلوس دي كلها منين ما انا جايلك لك في الكلام يا حاج انت دايما كده هو مش عاطيني فرصه انا كنت بنفض في الاوضه الصراحه وبعد كده لقيت المحفظه بتاعتك موجوده في الدرج اوعي تنطقيها وتقولي ان انت خدتي فلوس من المحفظه عيب عليك يا حاج هو انت تعرف ان انا حراميه ولا اني مد ايدي على فلوسك لا 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 ازعل منك خالص يا حاج ما تقولش الكلام ده والله العظيم ازعل منك امال يا اختي جبت الفلوس دي كلها منين اخلاصي ما انا جايلك في الكلام اهو يا حاج انت اللي عمال تقاطعني وكل ما اجي اتكلم تقوم قاطع في الكلام ومتكلم انت اهو اتكتنت قولي يا اختي وخلصيني جبت الفلوس دي كلها اننا مصيبه شوف يا حاج انا لما لقيت المحفظه لقيت فيها بتاع 1200 جنيه هما دول يعملوا حاجه ولا يجيبوا كل اللي انا نفسي فيه اشتريه قلت لا يا بنت ما تمديش ايدك على فلوس مش فلوسك وانت عارفني ان انا حقانيه وما ايدي في اي حاجه المهم بقلب كده يمين في شمال لقيت الايه الفيزا بتاعتك يا حاج بتاعت المرتب آه قلبي قلبي اوعى تنطقيها يا حاجة وتقول إنك خدت الفيزا اوعى تنطقيها ما تخافش كده يا حاجة يعني الفيزا كان فيها كام؟ ده كان كل اللي فيها 10,000 جنيه أنا خدت منهم يا أخويا 9,500 جنيه وبقيت لك 500 جنيه قلت يا بنتي سيبي له فيها فلوس عشان لو حب يشتري حاجة نفسه فيها آه قلبي أنا مش قادر مش قادر يا حاجة يخرب بيتك صرفت الفلوس كلها اللي معايا اهي يا حاج مش اشتريت الحاجه اللي كان نفسي فيها يا حجوج ده انا بقالي كتير قوي ما نزلتش السوق وانت ياما كنت بتتحايل عليا عشان انزل واشتري او من منزل واشتري يا حاج تعمل معايا كده كان لساني اتقطع كان لساني اتقطع قبل ما اقول لك كلمه انزلي واشتري اللي نفسك فيه يا حاج كان لساني اتقطع يا شيخه نبي ما انا فاهمه انت مكبر الموضوع كده ليه الموضوع ما يستاهلش ليه كده يا حاج ضيعت عليا فرحه رمضان هقول لك ايه بس يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حاج يا حاج اصحى فوق كده اهو يا حاج انت في ايه؟ مش هتيجي رمضان معانا كده اهوت ونشرب الخروب والصوبيا والعصاري اللي انا اشتريتها ولا هنقعد ناكل التمر على الترابيزه كده اهوت ونتلف في رمضان كده اهو ونفطر سوا يا حاج ليه كده يا حاج؟ بص عليك يا حاج ده انا لسه ما اشتريتش اللحوم والفراخ اجيب الحاجات دي منين دلوقتي؟ النبي ما انا عارفه هو عمل كده ليه؟ وضيع عليا فرحه رمضان وانا كنت جايه فرحانه ومزقططه؟ يلا أعمار رزقك يا حاج ما تدوش الخشاف اللي انا بعمله ولا تاكل التمر كده اهو على, على الفطار يلا اما الحق بقى الفلوس اللي في المحفظه على الفلوس اللي موجوده جوه في الفيزا ال 500 جنيه كنت سايبهم له عشان يزقطط نفسه بيها يلا ملوش نصيب اخدهم انا بقى وانزل اجيب لي حته لحمه ولا فراخ كده